مصر يا جماعة مصر من خبل خيبة الحمد لله ما شاء الله. لا ما سكر السكور. أمي بتقولي لو ما رجعتيش بعريس ما تدخليش البيت تاني. وحشنا والله انت وحشني جدا. انا ما خدت اللقب وسافرتي وان شاء الله جايين النهارده من الاميه والجمال كله. طبعا الحمد لله لي شرف وسعيد جدا من اول ما دخلت مصر. اللي هو عايز اقول لك انا نزلت من المطار بقول لهم مصر يا جماعه مصر مصر دي ام الدنيا بجد. كلمينا النهارده عن المسابقه خصوصا ان انت جايه تغني كمان فقولنا كده كلمات الاغنيه اللي كتبتها لك دكتوره حنان شكلها ايه وتفاصيل عنها؟ اغنيه رائعه اسمها بفك الخط ان شاء الله اليوم رح نطلقها من كلمات استاذه حنان نصر وتوزيعه اشراف استاذ حسام حمدي. بفك الخط ده اكيد مش في الكتابه ممكن يبقى في الحب مثلا؟ في الحب يا اخويا. ايوه بقى في الحب يا اخويا. طب انت بتفك الخط في الحب ولا بقينا جامدين قوي؟ بقينا جامدين. اللي بيفك الخط ده نفس الخيبة. نفس الخيبة نفس الخيبة ابشركم انه نفس الخيبة الحمد لله. كم خيبة عاطفية تعرفت في حياتي؟ لا ده انا من خيبة الخيبة الحمد لله ما شاء الله. لا ما سكر السكور الله عليك. طب ايه اللي بيخليك تخشي في خيبات على طول؟ بحب تقريبا هي هواية والله. يعني طب ايه لما ما دخلتش في خيبة احس في حاجة ناقصة؟ طب انت دلوقتي قلبك فاضي ولا ما قلبي ده فاضي؟ طب حلو يعني. طب ايه ما فيش حاجة علينا ولا حاجة؟ مش عارفه بلكي هلا بمصر. ما يلا طب ايه يلا ايه يلا تمام خلاص. في مذيع كده اسمه احمد عاشور يعني. ممكن يعني. عايز اقول لك منوره الدنيا. وكلمينا بقى هتغني لايف ولا هتغني بلاي باك النهارده بسرعه؟ للاسف انه انا كتير بحب غني لايف لانه بحب كتير اتفاعل مع الجمهور ولكن ما في فرقه طبعا فمضطره اضحك على العالم واقولهم انا بغني وانا مسجله يعني يمشيها لي المره دي. ليه بقى تواجدك قليل في مصر الفتره الاخيره؟ بصراحه موقفين فيز على السوريين. يا لهوي انتوا لسه فاتحينها يا اخويا؟ انا فتحتوها انا جاري جيت. ايوه بقى ايه الحمد لله. هنشوفك ممكن ممثله كمان الفتره اللي جايه ولا هيبقى صعب؟ لا انا ممثله اوريدي. لا بمصر نفسي نفسك تمثلي معنا؟ انا نفسي امثل في مصر وانا غنيت اوريدي مصري. نفسي امثل واتجوز. عندي نفسيتين حاجتين اعملهم في مصر يعني. قاعده كده دلوقتي فتره امي بتقولي لو ما رجعتيش بعريس ما تدخليش البيت تاني. تدوري على عريس؟ ما انا خلاص اتفقنا. سوري نسيت خلاص اسوء. قولي ماما العريس موجود. العريس موجود يا ماما. بس العريس موجود وهيكلمك النهارده ويا بابا رد على الموبايل. اتاكدي بس اهم حاجه مهرك ايه ده؟ مهري؟ قلبت عليا المواجع. والله انا مهري يكون راجل ومعاه فلوس. انا قلت راجل خلاص كسبت. لو معاه فلوس طبعا ارجوك. لا يكون راجل بجد بحقه حقيقي صادق الكلمه. طبعا ما هي لو ان لانه هو الراجل الحقيقي يقدر يعمل فلوس. نادين عايزين نقول لك نورتي الدنيا وتقولي بقى لجمهورك وللمتسابقات النهارده كمان عشان تديهم صح. والله لجمهوري بقول لهم بحبكم. I love you guys. ولاهل مصر بقول لهم بحبكم بحبكم بحبكم. I love you more. وللصبايا طبعا بقول لهم good luck. Good luck بحياتكم in general. اللي ما راح تفوز it's fine. خيره. اهم شيء دائما نحن ندعي يا رب اكتب لنا اللي فيه الخير. لانه مش الفوز هو الخير ومش الخساره هي الخير. الخير ما طب والله ما قدروا فنحن نرضى واللي تفوز بقى تضيف هي لللقب. ضفت هي لللقب؟ يا لهوي ده انا اللي ضفت. اعتقد ان انا احسن ملكه جمال يعني عدت في الدنيا دي. ما فيهاش كلام. ما فيهاش كلام طبعا. الحمد لله اكيد انا دائما بسعى اني اضيف لشخصي هيدا اهم شيء واني اكون انا فخوره بنفسي واهلي فخورين فيي وراضي ربي هيدا اهم شيء عندي. ضفت لللقب شخص مثقف شخص دائما بيشتغل على يطور حاله. حطوا نادين فهد اكوان حتشوفوا انا كم شهاده صار عندي الحمد لله وهيدا كثير شيء مهم انه دائما الشخص يضل اب تو ديت بالعلم والثقافي. ضفت لللقب اكيد بكل تواضع يعني. طبعا نورتينا يا نادين. ميرسي شكرا كثير على اللقاء الرائع حبيبتي. ثانك يو.